هي قاعة من البارح تحويل بعض المكاتب عن أماكنها. فاجوير ندور نجي لها في التفصيل، فاجوير مثلا، وفي نواكشوط ندور نرجع له في التفصيل، لأن المكاتب في الليل يعني مسخر النهار البارح يحولوا عن بلادهم إلى يصبحوا الناس اللي تصوت لا تصبح اليوم ما تستهدى على بلاد التصويت. البداية المتأخرة للتصويت في بعض المكاتب فيها اللي الحق الزوال وفيها اللي حق الساعة الثالثة من حق أنه ما فات بدأ في التصويت ولا ينصردوها واحد واحد تحكم التهمة مدى تأثيرها. منع ممثلينا من الدخول لبعض المكاتب رقم اصطحابهم الوثائق اللي مطلوبة للدخول في بليدات متكررة وياسرة وندور نسردوها في كل ولاية. طرد ممثلينا مولي في بعض المكاتب نسيم الحجج المفبركة واللي قايلين احنا لا تواطؤوا مولي مع بعض الأطراف ندورنا نعرضوها مولي بطريقة دقيقة. البطء الشديد في التصويت واللي منسقيننا يعزوه لقلة الحواجز اللي يصوت وراها مكان التصويت اللي معدود اللي يعودون يريدوا قليل في وحدات من المكاتب يعود لا واحد ويعود المكتب فيه 300 ولا 400 ولا 500 شخص تصويت شخص واحد فوق دقيقتين ولا ثلاثة ولين يعود فيها لا إيزولوار واحد اللي هو حاجز واحد يعود ذاك فيه بطء كبير. وفي قضية راهو كامل وصلناه هم اللي بطريقة لين وصلنا وصلوه السني في الطريقة اللي هي السني قالوا انهم لا يصدروا امر على انهم يعدوا اماكن التصويت في المكتب الواحد اللي يزيدوار يزيدوهم باش يعود التصويت اسرع. وقالوا ان على انهم لا يتلفوا ايضا تاخر في التصويت في بدايه التصويت بالمكاتب اللي خلق فيها انهم لا يتلفوا بتمديد الوقت الكافي لتصويت الناس. هذا قالوا هنا ما رايناه مكتوبه غير قال. من الملاحظات مولي اللي لاهين نذكروها اجمالا ونعقب نرجع لها بالتفصيل غياب بطاقات التصويت في اماكن واضح الانصاف والمستهدف فيها فهم دوائر انتخابيه والله مكاتب باطبع مكاتب يغيبوا منها بطاقات التصويت بطريقه واضحه على الانصاف والمستهدف بدل ذاك تقول الناس عن الانصاف انه جابر عليا. وعدد عدم وجود العدد الكافي من بطاقات التصويت في مكتب بعد في مكتبين دورنا نعرضهم ان شاء الله في ولايه العصابة. ورفض المساعده للمعاقين خاصه اللي منهم عندهم صعوبه في الرؤيه وبعض من المكاتب ندور نعرض لها.